حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انتقد خبراء اقتصاديون قرار إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لحضور بطولة خليج 25 المقررة في البصرة، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيتسبب بحرمان العراق من واردات مالية ضخمة. قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس اللجنة الإعلامية لخليج 25 أحمد الموسبي إن رئيس الحكومة محمد السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور بطولة خليج 25 التي ستقام في البصرة. حل العراقيون في المرتبة الثالثة بعد الروس والإيرانيين في شراء الشقق السكنية في تركيا خلال الشهر الماضي. ذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها أنها سجلت بيع 6083 وحدة سكنية للأجانب في البلاد خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وبحسب الأرقام المعلنة فإن مبيعات العقارات للأجانب في شهر تشرين الثاني الماضي تراجعت بنسبة تجاوزت 17% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. أثار قرار النظام القاضي بمنحة مالية للموظفين في سوريا موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف السوريين. وكان رئيس النظام قد أصدر مرسوماً يقضي بصرف مكافأة مالية لمرة واحدة قدرها 100,000 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 17 دولاراً، في حين تحتاج العائلة المتوسطة في سوريا ل3 ملايين ليرة شهرياً في الحد الأدنى، أي ما يعادل 500 دولار أمريكي. ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وتعهد بمزيد من الرفع، ووضع خططا لسحب السيولة النقدية من النظام المالي في إطار مكافحته للتضخم. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في انخفاض طفيف على الإجراءات السابقة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. هذا وبطأ البنك المركزي الأمريكي من وتيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مخفضاً بذلك الأسعار التي فرضها في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة، لكنه لوح بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة لكبح معدل التضخم. والآن مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.